حرص الفنان أشرف عبد الباقي على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أثناء وجوده في السعودية، وأعرب الفنان عن سعادته لما وجده من حرص من الجالية المصرية في السعودية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. كما أدلت الفنانة آيتن عامر والشاعر خالد تاج الدين بصوتهما مؤكدين أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي. حاجة جميلة، يعني مبسوط طبعا ان الناس مهتمة وبتشارك في الانتخابات حتى في خارج مصر. يمكن النهاردة انا مش لأول مرة ببقى خارج مصر وقت انتخابات، هي صدفة غريبة يعني، لكن طبعا الواحد بيبقى حريص ان هو يعمل دوره. يعني كل المصريين الموجودين ان هم بيشاركوا، حريصين ان هم يشاركوا، دي حاجة، ده واجبنا يعني، طبعا واجب كل مصري موجود جوه مصر او خارج مصر ان هو يشارك في العملية الانتخابية. طبعا هو التنظيم بصراحة حلو قوي 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 ما شاء الله، وفي حضور كبير ما شاء الله من كل المصريين، ومهم جدا ان احنا نأدي دورنا الانتخابي وننتخب اللي احنا شايفينه هيبقى مناسب للفترة اللي جاية، لان صوتنا مهم لتكوين الرأي العام ولتكوين النظرة المستقبلية للي بيحصل. احنا اللي بنشكل الخطة اللي جاية، واحنا اللي بنشكل الفترة اللي جاية، رأينا هو المهم. فأنا بدعو أي حد أكيد أنه ينزل ويدلي بصوته، لأنه أكيد صوته هيتسمع في الآخر. هو صوتك أمانة، لازم تنزل تشارك سواء تختار مين، بس أهم حاجة تنزل تشارك، لأن المشاركة هي اللي بتنجح الانتخابات.